واحد ها منظم مخروج، الاثنين فرمان كلوز، الثلاثة تريتمنت اوف ذا بول، أربعة تريتمنت اوف كوميونيكيشن. قشطة. أول حاجة اخلصوا لي من دي لايف ستايل كوميونيكيشن. هو أصلا الهدف لأي حد عنده ضغط، أنا عايز أنزل ضغط يبقى 140، السيستولي يبقى السيستولي أقل من 90. الهدف إن أنا كل ما أمشي على أدوية أقل، كل ما أنا أستخدم اللايف ستايل كوميونيكيشن أكتر كل ما أقل الأدوية. اللايف ستايل كوميونيكيشن زي كده، أقل ملح لك، بلاش الحاجات اللي تنفع الضغط، بلاش يا ولاد تنفذ من كل حاجة، هرجع أعصابك شوية، لما حد ينفذك مثلا ما تنفذش بسهولة، خليك بارد كده، تقعد تقول تدبر دماغك شوية، مش كل حاجة تركز فيها، اعمل رياضة، حاول تخس شوية، قلل الدهون في الأكل، اديله أوميجا 3، فاهم؟ الحاجات اللي قلناها قبل كده، يعني مفيش فيها جديد، بس هي الفكرة ده مهم، لازم تقول كده لمريض ضغط، أنت ضغطك عالي، اهدى شوية، مش كل حاجة تركز فيها، حاول تخس، العب رياضة، حتى أقل حاجة نص ساعة مشي يوميا، لازم تحرص على هذه الكلمات، خلاص؟ يبقى ده أول هدف، كلمة اسمها فارماكولوجيكال. فارماكولوجيكال عندي أدوية. وازاي هدي الادويه؟ اولا عندي ادويه، الادويه اللي معايا مجموعات، اول مجموعه سهله جدا واخدينها وعارفينها اسمها دايوريتكس، ولما اقول دايوريتكس احط تحت منها مين؟ يحط مين؟ اللوب دايوريتكس، مش كده؟ واحط التايزايد واللي هم البوتاسيوم واشياء اخرى، بس طبعا دول اللي هم اللي مشهورين. ثاني مجموعه اسمها فازو دايليتورز، تنفع يا ولاد ولا لا؟ تنفع. والفازو دايليتور دي هحط فيها عناوين، في حاجه اسمها الدايركت فازو دايليتور، وهحط كمان هحط مجموعه الاس، مجموعه عظيمه، وهحط مجموعه الاربس. الاربس ده هو ده، وهحط الكالسيوم الشانل بلوكر. بس اقول لكم حاجه، من يعني لحسن الحظ احنا خلصنا دول، والله مش احنا خدنا دول وخدنا وده ما خدناش مين؟ طيب الدايت، والله عندنا فكره برضه شويه بس اوكي، يعني الدايت فضل دول مين؟ الصوديوم نيتروجلوسيرايد و اللي هو الهيدرولازين و الديازوكسيد والمينوكسيدات. دكاترة مين يقول لي الميزة بتاعت الصوديوم نيتروجلوسيرايد؟ وبيديني وبيسرق الطوارئ، فازو دايليتور قوي، ممكن من ربع او من نص مايكرو جرام بير كي جي بير مينت وانتروجينس انفيوجن. مشاكله في حاجة، هو طبعا هو بيتحط كده، هو ازازة كده ومتغلف، علينا بس هيحصل له فوتو سنسيتيفيتي، واخد بالك؟ وبعدين بيعمل، لو حد خده ممكن يعمل له ساينايد بويزنينج، ولو حد عنده رينال فيلر مش عارف يعمل له اكسكريشن، يعمل ستايو ساينايد بويزنينج ومشاكل اب تو رينال فيلر. فاهمني ولا لا؟ ممكن يعمل هايبوتنشن. هتقولي ازاي؟ هايبوتنشن، واخد بالك؟ هو فظيع، حاجه قويه. بص يا دكتور، عشان في صوديوم ممكن يعمل ماسل كرامبس او مشاكل، فاهمني ولا لا؟ ماسل تويتشز كده شويه. ده صوديوم، لكن بحبه في الطوارئ، احنا قلناه امبارح اصلا ولا اول امبارح، شو قلناه بقى مع ايه؟ مع الكيوبر مون القديمة، مع الحاجات السيفير، مش كده؟ طيب هيدرولازين ده دايركت فازو دايليتور، كان دواء قوي وما زال يعني الفاليو بتاعه مهم، ان هو مفيش منه تراتوجينستي، فبيحبوه ان اوبستريك، هذا كادر الناس ممكن يستخدموه، لكن على فكره هو اهميته قلت في الهايبرتنشن والهارت فيلر بعد ظهور الاس انهبيتور، لكن هو كان حاجه كويسه. الهيدرولازين دايركت فازو دايليتور قوي، يعمل هايبوتنشن ويعمل ريفلكس تاكي كارديا، يعني ميه برسبتيت الانجاينا، ده كده مش عاجبني. طيب مفهوم يعني؟ يعمل لوبس لايك مانيفستيشنز. انا عايز اعلم على كلمتين، الهيدرولازين يستخدم مع ستاتيك هوايلر، والهيدرولازين يعمل له بسط، خلاص دول الكلمتين اللي عندي. دايازوكسايد دايركت فازو دايليتور، دايازوكسايد اوله دي بيعمل دايابيتس، بيعمل هايبر جلايسيميا، بيعمل هايبر جلايسيميا، بيعمل دامج للخلايا البنكرياس، ده من ضمن انواع حاجه اسمها سكند دايابيتس، يعمل هايبر جلايسيميا. دايركت فازو دايليتور يعمل ريفلكس تاكي كارديا ميريس لو. وانا بقول ريفلكس تاك كارديا ميريز لو، فاهمني ولا والله فاهمني؟ هسال اي حد يعني؟ فاهمني والله؟ ايه الميريز لو؟ معمول كده تفضل ايه بقى؟ خلاص ماشي. المهم الدايزوكسايد، الدايزوكسايد ده مشكلته ممكن يعمل هايبر جلايسيميا لانه بيدمر خلايا البنكرياس، لكن هايبوتنجر طبعا مشهور. مينوكسيدات دايركت فازو دايليتور هو اخوه، ده اللي بيستخدموه في
عشان الشعر وكده، فهو بيعمل هيرسوبيزم ممكن، ويعمل دايركت فولفرايزيشن فظيع هاي بوتنشن، ويعمل برده كمان البوستر هاي بوتنشن والريفلكس تاكي كاردر، كلهم نفس الفكره يعني. الاس ان ام قلناها ولا ايه؟ والاربز والكالسيوم سالنت بلوكر. المجموعه الثالثه مجموعه مهمه تحت عنوان اسمه ايه بقى؟ سمباثيك بلوكر. بقفل السمباثيك بس هو ساعات غصبا عني بقفل السمباثيك والبارا سمباثيك كمان. ودي ادويه كتير، دي مجموعه ادويه. اول جروب منهم سنترالي اكتيف، وفي مجموعه اسمها جانجليونيك بلوكر، والمجموعه الثالثه ها بتقلل الكاتي كولامين سنسز، بقلل تصنيعه. المجموعه الرابعه بقلل الريليز بتاع الكاتي كولامين. المجموعه الخامسه بقلل الستور المخزون. والمجموعه الاخيره لعبتكم اللي هي الريسبتورز بلوكرز، والريسبتورز اللي بيشتغل عليها السمباثيك او الاوتوماتيك ها الفا وبيتا. في حاجه اسمها الفا بلوكر وحاجه اسمها بيتا بلوكر، ويا سلام لو حاجه الفا اند بيتا بلوكر. حلو كده؟ يلا شرحت بس انتوا عارفين الكلام ده اصلا، ده من الفارماسي نراجعه مع بعض. انا عايز دواء لكل مجموعه ها، سنترالي اكتنج كلوريدين وجرعتهم يعني مش من 1 من 10 ل 6 من 10، المهم وده سنترالي اكتنج. هو لما يكون سنترالي اكتنج هشتغل على مين؟ سمباثيك وبارا سمباثيك، عشان كده تلاقي في السايد افكت بتاعه بيعمل هاي بوتنشال. ماشي، ما انا قللت سمباثيك يعني بقى قاعد كده ويوم ما بيجي له بطش على هاي بوتنشال، وارد جدا. مش انا لما كنت بقعد بقوم او انام ممكن يحصل لي سمباثيك استيميليشن، فقط هذه الظاهره مش كده؟ هي عمليه الاخراج يا ولاد، ديفيكيشن ويورينيشن، شغل سمباثيك ولا ايه بس؟ ما انا قفلت البارا كمان، ما انا قفلت البارا سمباثيك، فيجي له ريتنشن ويجي له كونستيميشن، فاهمني ولا لا؟ كده يعني تلاقي الصوره بتاعته مشتركه ما بين الايه؟ ما بين الاثنين، حلو كده؟ طبعا دواء قوي. ولما توقفه يحصل له ريباوند هايبرتنشن. الدواء الثاني جانجليونيك بروكر اسمه ها ترايمتافان. حلو. طب ده على الجانجليون دي بتاعت مين يا ولاد؟ بتاعت مين يعني؟ سمباثيك ولا بارا؟ الاثنين يعني يعمل نفس الايه؟ يعني بص على هايبرتنشن ويعمل كونستيبيشن ويعمل معانا ريتنشن او كده، يعني يعمل خليط من الاثنين برضه. طيب لما قلل كاتي كولامين سنسز اسمه الفا ميثايل دوبا. ده دواء مهم، دواء مهم، دواء مهم. بص يا ولاد، الالفا ميثايل دوبا لو نديه يوقف تصنيع الدوبامين والكاتي كولامين، يكون ميثايل فورم، يعني ميثايل دوبامين ما يشتغلش، ميثايل نور ادرينالين ما يشتغلش، فهمتوني ولا لا؟ يعني يكون ميثايل فورم، غير ان هو ما يشتغلش يطلع كمان الميثايل فورم ده يعمل انهبيشن للسنتر فورم، يعني هو بيقلل التصنيع هنا. حلو، وكمان بيعمل انهبيشن لمين؟ يعني هو بيعمل نيجاتيف انهبيشن بس هو مش شغال اصلا. طب تقول يا دكتور ايه المشكله؟ انت متضايق ليه دلوقتي؟ انا متضايق. هو طبعا هو الالدوميت او اللي هو الالفا مثلا دول اسمه سوء الدوميت، الدوميت من 250 ل 500 مللي جرام 3 مرات في اليوم. هو دواء حلو، دواء حلو ديورنج البريجنسي، وده على فكره ده اللي بيستخدم، وده بينسحب من الصيدليات بطريقه بشعه، واخد بالك؟ يعني ايه؟ تلاقي على طول مش موجود. ليه؟ بينسحب كل ما بقاش فيها ادرينالين قوي، فكله بيستخدم مين؟ هذا الالفا مثالي الجوبا الالدوميت. عنده 6 سايد افكت انا بفتكرهم. بص يا دكاتره، بيعمل هيموليتيك انيميا، يعمل هيباتايتس، يعمل السراتيف كولايتس، له لوبس لايك مانيفستيشنز، يعمل امبيرد ايجاكيوليشن، ويعمل جاينيكوماستي. انا عايز امسك كلمه كده على فكره، عدى علينا في الهيموليتيك انيميا كان بيعمل حاجه، ليه نظريه كده في الهيموليتيك انيميا هشرحها، ان هو بيدخل يمسك مجرات الدم الحمراء فيبقى ليها انتيجينستي فتتكسر، هنتكلم عليها في وقتها. بيعمل هيموليتيك انيميا. من ضمن الادويه اللي تعمل هيباتايتس، بحذرك من حاجه، والله بحذركم من حاجه، ما ينفعش واحد عنده هو اديله البتاع ده، يعني واحد عنده مشكله في الليبر تديله، انت مش ناقص اصلا. هيعمل شويه السراتيف كولايتس كدايركت اكشن. هيعمل يا ولاد، هو عشان بيقفل السمباثيك، هو مسألة الايجاكيوليشن كانت بتاعت مين؟ سمباثيك الايجاكيوليشن سمباثيك، الاريكشن برا سمباثيك، الايجاكيوليشن سمباثيك، يعمل امبيرد ايجاكيوليشن. يعمل كمان يا ولاد، يعمل لوبس لايك زي حاجات كتير. يعمل دي مهمه، دي مهمه يا ولاد، ركزوا معايا. تعرفوا هرمون اسمه برولاكتين؟ والله وانا عارف طالع منين. البرولاكتين طالع منين يا اسطى؟ اسيدو فيليكس
من أسيرو بريكسس أنتيرو بريكسس صباح الفل صباح الفل البرولاكتين طاح آخر جروس هرمون عندك طبعا من أسيرو بريكسس وأنتيرو أبيتوجين بس هذا الهرمون أندر كومبليت إنهيبيشن في طالع من الهايبوثالامس اللي هو زمان يوصفها دوبامين عمال يعملوا إنهيبيشن كل شوية عمال يعملوا إنهيبيشن كل شوية يعني اذا مين الهرمون اللي اندر كومبليت انهيبيشن على مدار 24 ساعه مين اللي واخد على دماغه 24 ساعه هذا البرولاكتين مين اللي بيعمل له انهيبيشن دوبامين ممكن تكمل اديته الفا مثال الدوبامين مفيش دوبامين يبقى مين اللي اتحرك بين المغصيه والجلاكتوريه مش طبعا ومن سنه طب قولوا لي سته سايد افكت للاندر كومبليت هذا هذا ويعمل قوته منه في ذلك عليها أو ميونه في ذلك عليها أعظم الضوائد هو هيباطايت هو هيباطايت ويبارد إجاكيليشن و حلوة تمام ديكريز الريليز والإنسيدين الرخم بعد ما بتصنع يخليه ما يطلع بس ده يشتغل على ليبا عسى مسافك أنا بتكلم عن كاتب ولا مين ده مشكلة دينا كلها إيه سبتافك ممكن يعمل هايبوتنشن ريفلكس تاكاري بس مشكلته الثانية زودوا أو يعني وضحوها بيعمل فلويد ريتنشن فلويد ريتنشن وبيعمل براديكارد بس فلويد ريتنشن فلويد ريتنشن عشان كده ما حبش طبعا واحد عنده هارت فيلر ولا حاجه واخد بالك بقلل الستور ده هو رخم اسمه ريزربين مشكلته انه بيدمر الاكسترا بريميلر ريزربين يعني بيعمل ايه بيعمل طبعا ديبريشن ونايت ميرز وبيعمل باركنسونيا مانيفستيشن ريزربين ماشي هشتغل على ريسبتورز ها الفا بلوكر برادوسين حد يعرف حاجة للبرادوسين؟ ايه بشا؟ ايه؟ تقول امين؟ ها؟ ماشي يا ولاد البرادوسين ده اللي هو اسمه ايه ده اللي هو الميني بريس ها البرادوسين يعمل على فكرة سيفير هايبوتنش بيقفل القلب حلو على فكرة بيزود لنا البلاد فلو فبيحبوه في مرضى الكلى البرادوسين دواء قوي دواء قوي يعني ممكن يعمل هايبوتنشن واخد بالك؟ البرادوسين ده من الحاجات اللي هي العالية قوي بس مشكلته لما توقفه يحصل ريباوند يعني مشكلته ان هو ايه هتوقفه من هنا يحصل مشاكل من هنا البيتا بلوكر مش هقول فيها حاجه ولا ايه نون سيلكتيف و سيلكتيف وعيش بقى الالفا والبيتا انا ده واحد اسمه لابيتا لون بص يا دكاتره انا ما عرفتش اللي معاه اكتر من كده بصراحه يعني ما اتلمش اكتر من كده هي رخمه الادويه اللي استخدمها دايوريتكس فازو ريليشن واصل مسافه البلوكر انت مثلا بروكر عايز من كل واحده تبقى عارف ايه تبقى عارف واحد ها واهم سايد افكت يعني اول اثنين هو الحاجات اللي هي مشتركه وبعدين حتى دول الاربعه السايد افكت مشتركه ها دول كده الاثنين الاربعه زي بعض كده يعني كل حاجه البيتا بلوكر مش هلم منها وبعدين يا دكتور انت شايف السبوره كده صغيره لا انت هتتكلم على ده وده وده وهتتكلم على ده وده وده لسه وعلى البيتا بلوكرز فاهمني ولا لا يعني الموضوع اكبر من كده بكتير طيب نايس حاجه الادويه كتير هستخدم مين في طريقتين للاستخدام في طريقتين للاستخدام يا ولاد الطريقه الاولى في طريقه كده اسمها ايه اللي هي الطريقه ده طريقه مصممه اللي هو بيسموها according to other diseases with hypertension يعني هو عنده hypertension وايه عنده hypertension ومعاه ايه تاني دي طريقه في طريقه ثانيه بيسموها step يعني اللي هي الترتيب يعني ابدا بالاول دوايين ثلاثه اربعه step كده المهم اول واحده اللي هي الطريقه اللي بنعملها علشان مع 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 الامراض يعني اقول لك ايه مثلا بصوا هي ببساطه كده ها هايبرتنشن مع انجينا هايبرتنشن مع هارت فيلير هايبرتنشن مع دايابيتس هايبرتنشن ويز ها بريجننسي هايبرتنشن ويز رينال فيلير دي الاسئله احنا بنطرحها وعايزين نجاوب عليها يلا بالهداوه كده واحد عنده انجينا انت خليك شاطر نقي دواء ينفع يستخدم في الانجينا وينفع يستخدم في نفس الوقت مع ده علاج الهايبرتنشن يعني لما تختار تختار مين؟ كالسيوم مش هنضربه حته هيستخدم هنا ويستخدم هنا وايه كمان؟ ايه؟ ها والبيتا بلوكر يبقى انا عندي البيتا بلوكر والكالسيوم مش هنضربه ممتازين لكن ما استخدمش الحاجات اللي بتعمل ريفلكس تاكي كارديو اصل لو انا عندي انجينا ودي حاجه تعمل تاكي كارديو اخبار احتياجات القلب ايه؟ ها فهمتوني ولا لا؟ فبالتالي ما ينفعش ما ينفعش مثلا اديله هيدرازين تقول لي ما هو البطل اللي بيضرب كان ما ينفعش ما اصلا يعمل لي هايبوتنشن ولا هايبوتنشن يعمل لي ريفلكس تاكي كارديو وهكذا اتفهمت؟ تعالى لي مثلا واحد عنده هارت فيلير ايه ينفع في الاثنين ها ايه حلو واصلا ايه كان احسن واحد فيه الهارت فيلير وهنا حلو جدا ممتاز ايه كمان سوري طبعا ده لازم ولا اول حاجه ده
تريح اقل بريلود في القلب في نفس الوقت هنا بتصلح الضغط وكذا. بس ما تديش مثلا الارم استفر، ما هو الايس انتر والارم زي مع بعض يا ولاد. ما ينفعش مثلا ما ينفعش ادي كارت مش هادي بلوك عشان نيجاتيف، ما ينفعش ادي كوانيسم، كوانيسيدين بيعمل صوت من 30 مثلا. طيب واحد عنده دايبيتس احسن واحد، بصوا في الشغل دوامين البديل بتاعه الارم مش كده ولا لا؟ دول احسن حاجه. لكن ما ينفعش واحد عنده دايبيتس مثلا مثلا واديله دايزون سايز، ما ينفعش واحد عنده سكر واديله بيتا بلوكر. ليه؟ كده نعمل ماسكينج هايبوغلايسيميك كومر. حتى لو فاكرين مجموعه اللوك بيوريتك بوسفايزايد فهو هايبوكاليميا، وهايبوكاليميا كانت تعمل هايبر حصل ولا لا؟ انتوا ولا ناس التانيين ولا ايه؟ مش انتوا؟ طيب بص يا دكتور كمل. ها لو عندي وسبريجنسي قلنا نستخدم مين؟ هايدرولازين او الفا مثلا الدوبا، وساعات على فكره سيرمون بيتا بلوك ساعات يعني، وافويد كل حاجه بعد كده. الرينال فيلير عايز استخدم حاجه تزود الرينال بلس فلو، الفا مثلا الدوبا حلو، البرازوسين حلو، الكالسيوم شانل والبيتا والبيتا بلوكرز من الحاجات اللي هي الحاجات المفضله مع حالات الايه؟ الرينال فيلير. ماشي الحال؟ ما تديش الايس، لا تعطي الايس مع علينا الارجستروز ولا مع علينا ال جي اف لا رحيم تقتنح لو انت شاطر يا رحيم. ما ينفعش تستخدم الايس مع حد عنده لينا الفيلم ال جي اف لا تستخدم الايس، لا تستخدم الايس اذا كان عندنا لينا الفيلم لانه هيقلل الجي اف وانا مش عايز اقلل الجي اف. انت في كلمه طبعا لما يجي حد عنده سيفير هايبرتنشن انا مش عارف اذا كان عنده ريلاتيف او بايلاتيف، فانا بعمل تيست كده بسمول دوز اوفيس، لو حصل مشكله ما يستخدمش تاني ولا عنده بايلاتيف رينا ارت ستون. لكن لو في ناحيه ما دي منطقيه ما كانت هنا شغال مش هيحصل لينا الفيلير. ماشي بص يا ولاد، شايف شايف التقسيمه اللي قدامنا دي؟ ها انا كده دي على فكره نزل سؤال مره، هو تشويز اوف انتي هايبرتنسيف اكوردنج تو سيرتن ديزيزز، يعني على حسب الامراض اللي معانا. ماشي كده الحاجه. طيب في طريقه ثانيه ان انا ماشي بالترتيب، انا هنقي اربع ادويه كويس والحمد لله اربعه، الاربعه اسمهم ايه؟ بص ترتيبهم كده A B C D اللي هم الاس انهبيتور واللي هم البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر والدايوريتكس. حلو كده؟ فانا في المرحله الاولى هنقيله 1 دراج بس منين؟ من دول. حلو كده؟ دي المرحله الاولى ما استريحش، عايز دوايين. الدوايين دول مين بقى؟ بص يا دكتور حاجه من الثلاثه، دايوريتك زائد ايس او دايوريتك زائد بيتا بلوكر او دايوريتك زائد كالسيوم شانل بلوكر. على فكره ما تقلقش كل شركات الادويه عامله لك التركيبه دي، يعني شركات الادويه عامله ايه؟ كابوزايد مثلا، يعني حاطط مين؟ حاطط كابتن غير المعان هانستايزر كده يعني، واخد بالك؟ عاملين مثلا ايه؟ يقول لك بيتا بلوكر كونكور بلس، لما يحطوا معاه بلس يعني هو حاطط يعني ميد بيتا بلوكر وحاطط معاها كمان دايوريتكس وهكذا واكتر من كده كمان. طب ما استجابش، ادي ثلاث ادويه اللي هم دايوريتك دايوريتك ها دايوريتك زائد ايس زائد ايس واحد زائد بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر. ما تديش البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر مع بعض. دكاتره لو هدي ثلاث ادويه احسن حاجه ايه؟ دايوريتك وهنقي ايس وهنقي معاه. حلو كده. على فكره ممكن مكان الاس نحط ارتس تمام، واصلا بيحطوا ارتس فما يحصلش ايه دراي كاف فيغيروا الدواء تمام ولا لا؟ وشركات الادويه دي موضه يعني، في حاجات مستورده في دواء رائع. بص ما فيش حد ما جاش على اسمه اكسبورج، اكسبورج اتش سي في ده في السوق ده مكسر الدنيا بس هو غالي. فالشركات المصريه بدات تطلع ده وعمل تريبل سيرفي، عمل ثلاث ادويه مع حاطط ثلاث حاجات مع بعض، حاطط سايزايد كدايوريتكس وحاطط كالسيوم شانل بلوكر امنيدبين عارفينه؟ اللي هو كان من 15 مللي جرام ده اللي هو الموضه، وحاطط معاهم يا ولاد اللي هو اللوزرتان اللي هو كان الارض، كان حاطط حاجات مع بعض قرص واحد. فالشركات المصريه طبعا هو غالي جدا يعني، حاجه مستورده بس تحفه. فالشركات المصريه 100 حاجه و30 حاجه زي كده يعني. فالشركات المصريه طلعت حاجات كده زيهم باسعار رخيصه، الاستفكس ومش عارف ماربيتانس، وطلعت ادويه كتير عشان تضرب هذا الموضوع. المهم انت ما تفتكرش انها ثلاث ادويه بيجي لنا ناس من بره والله يا ولاد عنده ضغط والدكتور كاتب له ثلاث ادويه مختلفين، يعني ده علبه وده علبه وده علبه، ودي هتاخدها مره الصبح مره بالليل ودي مره مش عارف ايه. الدنيا مش كده خالص، الطب مش كده. الطب مش كده، الطب مش متعذب اللي قدامك. كل ما يكون العلاج قرص واحد في اليوم، ده انا احيانا عليا بقرص واحد في العمر، قرص واحد في الشهر، قرص واحد في الاسبوع،
كل ما تقلل كل ما يكون الكومبلاينس اعلى. لكن اصلا يجي يشتكي يقول لك دكتور انا مش عارف اخد ايه، وتجي لك الست المصريه بشنطه ادويه قد كده. لا الدنيا ما بقتش كده، احنا بنجمع ثلاث ادويه في فورس واحد ويتاخد وانس ديلي، ده اجمل حاجه في الكون. تنظري ولا دي الفكره دلوقتي اللي بتتعمل. طيب لو ما استجابش ثلاث ادويه هيبقوا اربعه، يعني استخدم ثلاثه يدول واحط عليهم بقى حاجه من الحاجات الرخمه زي مين؟ زي مثلا الفرازوسين والهيدرازين الكلام ده، يعني استخدم معاهم حاجه قويه. لكن طبعا لكن هو بتمشي بالترتيب ده غالبا، وكل الكومباينيشن دي موجوده في السوق. طيب يبقى دي الادويه ودي هنستخدمها ازاي؟ ماشي. انا طبعا عايز افتح السبوره، بس عايز السبوره دي بقى السيستم ده بدماغك، انا عايز اتعلم بدماغك. يعني اول لاين اوف تريتمنت الهايبرتنشن، مش معقول بص لو جبت مين في الكون يعني ها عشان يقعد يكتب الحاجات دي كلها، ده سؤال اسمه عذاب، ده سؤال العذاب، عايز يعذبك يجيب لك السؤال ده، هو بيحبوا يعذبوك بصراحه. ها فدي الاجابه اهي، فاضل لي تكتين. تريتمنت اوف ذا كوز، عايز امثله. عندي فيه كروموسايتوما، ادخل شيب عندي بالفلتر ادينوما، عندي اكروماجين شيلها، ها عندي لينا الارتريستينوزس، وسعه واعمل له بالون، اعمل له جراف، اي حاجه. يبقى انا بعالج السبب اذا كان هناك سبب، مفيش سبب خلاص. طيب عالج الكومبليكيشن، طبعا عالج الكومبليكيشن، وناخد عنوان اسمه هايبرتنسيف امرجنسي. جالي واحد دلوقتي اكزامبل يا اولاد، جالي واحد النموذج بتاعنا هايبرتنسيف انكيفالوبيتي، لازم اعمل له هوسبيتاليزيشن. الهدف في المستشفى ايه؟ ان انا عايز انزل الضغط. بس اخد بالي من حاجه، انا كدكتور اتصرف بسرعه، ادخل بسرعه على العيان، بس ما تهبطيش الضغط بسرعه. هو متعود على هايبر فيوجن، تيجي انت تعمل له هايبر فيوجن مات منك، فلازم الامور تبقى ايه؟ انا هدي ادويه بسرعه، بس مش لازم بعدين في دواء اسمه نيفيدبل اللي هو الايفيلات، كانت كبسوله كده بيفرعوها وكان بينزل الضغط تحفه، اتسحب مفيش حد يستخدمه لانه اصلا بيعمل سيفير هايبو تنشن. تقول لي ما كان ضغطه عالي قوي، ما يا دكتور انا مش عايزه كده، عايز انزل ازاي؟ طب مين يرزع لي كلمه وانبسط قوي؟ صوديوم نيتروجين، الحمد لله صوديوم نيتروجين اهم دواء. هنستخدم مين؟ هنستخدم صوديوم نيتروجين. مفهومه ليه طيب ولا لا؟ لانه موجود انترا فينا، تحت العين في المستشفى. يا سلام لو في الكارديا كير يونت، جو ذا هوسبيتاليزيشن وابدا الامكانيات معايا وعلق له الصوديوم نيتروجين وتابع. ممكن الهيدرازين والهيدرازين والدايزوكسيد والالدوميت ممكن يستخدموا. ان فيدمن ده هيبقى وز ايه؟ وسكوشن او بلاش منه اصلا، لان مشكلته ان هو بينزل مره واحده. كانت المقوله كانت بتيجي تفرع الكبسوله كده وما تطلع تحت لسان العيان بالبيول بتاع الدبوس طرحه وفرع تحت لسانه، واخد بالك؟ ويدخل لك هاي بوتنشال في الاستقبال انفكشن ايه؟ والبط ده عنده هاي عنده مريض عنده هاي بوتنشال، مش دي القضيه دلوقتي فاهمني؟ هي الطريقه دي مصري بيور بيستخدموا الكابوتن تحت اللسان، هي طريقه مصري بيور بس حلوه، بس حلوه يعني. هو الكابو اللي تحت اللسان حلو احسن ما تديله امول لزاز، بلاش حوار الامول لزاز صلاه الكابو، لازم تعمل ايه؟ ما هو شويه ميه خلاص ما عملناش حاجه فاهمني ولا لا؟ اللي بعدين لو واحد في ستروك هو انت اديته لزاز تعمل له هايبو وليه ثبت الستروك صباح الفل. لا بلاش امول لزاز، لكن الكابو اللي تحت اللسان اختراع مصري بس حلو. هو اصلا بيدرسوا دلوقتي في الخارج انه عايز يعملوا ايه بقى؟ يعملوا الاي سي انهبيتور تحت اللسان عشان بس لما لو المصريين بيستخدموا يجيب نتيجه حلوه فعايزين يطبقوها دلوقتي فاهمني ولا لا؟ طيب جالي واحد في هايبرتنسيف انفلوباسيس، الهدف ان انا عايز انزل البلد بريشر بس انزله بالراحه عشان ما اعملش هايبر فيوجن، اعمل له هوسبيتاليزيشن، هدي له واحد من الادويه دي او اثنين، هدي الصوديوم نيتروجين اوف تشويس والحاجات الدايركت فازو دايريتور او الالفا مثال دوبر، الضغط بتاعه نزل احوله على اورال ميديكيشنز، ابدا بثلاثه اتحسن اليوم اثنين لما الماشين عندك ماشين دواء واحد. اثناء ما كان محبوس في المستشفى كان عنده هايبرتنسيف انكيفالوبسي في برين اديما، اديله دي هايدريتنج ميجرز ده مانيتول، اديله ماغنيسيوم سلفيت برضه دي هايدريشن، اديله انتي كونفولسنت ليه؟ عشان هو ممكن يكون جاي لك ايه؟ مش هو عنده زياده في الانتر كاريتنشن ممكن يحصل معاه كوما وكونفولشن، هتبدا تديله الكلام ده وتمشيه على الادويه. طيب دخل فرينال افكشن نقولها مع نكرولوجي. طب جالك واحد عنده اكيوت هايبرتنشن سيفير هايبرتنشن واكيوت بالمونري اديما، هنحجزه نحاول نزل الضغط ونعالج الاكيوب بالمونري دي ازاي؟ مورفين واعمل كير للريسبيريشن، الريسبيريشن ازاي؟ سكشن والريسبيريشن، وكير للقلب ازاي؟ فروزامايد واحد فوز عادي فوز من الجروبيك ادي جيتالس اي بي الدوبامين او احسن حتى لو عنده بيوتامين او السيركيليشن حافظ عليها ازاي؟ فوز قوي صوديوم نيتروجين بالسايد اولي دايوريتكس قوي زي لازكس وابدا اتابع العيان مش كده وبين سيكشن ودياليسس مش هو ده الكلام ده ما هو ده امرجنسي معانا مش كده ولا ايه؟ هاي يبقى دي كلمه اسمها اكيوز. نقف برضه الاسئله يا جماعه.
عشان الهايبر بالفيوجن برضه الخوف كله الهايبر بالفيوجن. هو بيقول عشان كده هو خايف من الحته دي بس لو عملته لو اديته استوشن خلاص. يلا قول مثلا شيء ماشي. بص انا دخلت الله يبارك لكم هقول لكم حاجه عشان ايه اساس الفتي لا حدود لها. ركزوا معايا ايفن جالكس وقت الامتحان عايز بس افضل سيستم يا رب اللي يصبوا كده صعب. الاسئله الوهميه او الفزعبليه ما لهاش حل. انا هجيب لكم سؤال في الامتحان اسمه ايه ريزيستنت هايبرتنشن. يعني هايبرتنشن اللي هي تجيب ده العلاج كام حاجه يا اما بالعيد الدكتور يا العيد المريض يا العيد المرض فاهم حاجه. يعني العيد في الدكتور ما اداش علاج كويس ما اداش نصايح كويسه ما عملش سوبر ستريتش مش عارف ايه. ها العيد في المريض ما بيسمعش الكلام من كومبلاينس ريتمنت. العيد في المرض المرض سيفير عنده بيت روموسايتوم عنده سبب عنده زياده في الاندروجين تنشن فاهمني ولا ده فور ريزيستنت اني ثينج. اقول لك مثلا ايه انريزولد نموني كده يعني اي حاجه ما بتخفش او ما تستجبش العلاج يبقى لازم تقعد تدور تقول لي المشكله فين والتأليفات لا حدود لها. لكن اهم حاجه تبقى انت يعني تبقى انت عارف الموضوع الكبير تبقى عارف الدرس الكبير تبقى عارف المشكله الكبيره فين فهمتوني ولا لا. يبقى الفكره انك تمشي الموضوع جلوبال واي حاجه انت عارف الهايبرتنشن كويس خلاص اي حاجه هتبقى خارجه منه او طالعه منه هتعرف تتكلم عليها كويس ماشي الحال. يلا ها احنا قلنا لو في تارجت اورجان دامج زي هايبرتنشن انت بتقول مثلا سميها مش ولا ايه قصدك؟ طب الاثنين طبعا لا بس انا قدر الامكان ممكن الحقه شويه يعني هسيبه مثلا خلاص عشان هو انرجع اقول له خلاص ده راحت. يعني انت حد سالك سؤال ولا انت واحد خيالك يا شباب؟ واحد خيالك؟ لا صحيح ولا حد سالك سؤال ده ولا انت في ها؟ هو مشكله الصوديوم ناترو بروسايد زي الهيدرولازين زي النيفيلو بينزل مره واحده فاحنا بنحاول يعني قدر الامكان هديه وسكوشنز او ما ادلوش وجه للحاجات الثانيه فهمتني. ممكن ادي يا دكتور انا مبسوط منه عشان حاجه ان الرينج بتاعه فيه وان هو فاز دايركتور حلو دايركت فاز دايركتور. انا بقول لك انا بخاف انزل الضغط مره واحده لو هو قدامي وقاعد في الرعايه قدامي والدنيا حلوه وكده كان ما ادوش بالاستقبال ما اديش ان الفيدرمان بقى كانوا بيدوه بس ما اديش بالاستقبال. لكن لو عيل قدامي انا مشايفه وبظبط الجرعه بمزاجي اوكي. في بيتا بلوكر اسمه لول ده موجود انترا فينس حلو على مثلا مش هينزل الضغط مره واحده اسمه لول مثلا. يعني الصوديوم نيتروجين بروسايد عليه تدير عليه كلام ليه؟ عشان حوار الهايبر تنشن هايبر فيوجن يعني تمام؟ نكتب عليه يلا لو معانا هايبر تنشن والله بص هو ممكن انت لو الحاله تكون بسيطه دي بيتا بلوكر عادي ده بالعكس احنا قلنا بقى بيتا بلوكر ده ثالث دواء في علاج قصدك نيجاتروبيك يعني مش كده؟ ما احنا قلنا الحوار ده كان يبقى احرى ان احنا ما قلناش قلناه مع بعض في لكن الهايبرتنشن هو دواء حلو هيقلل الضغط تمام؟ وبعدين انتوا ليه زانين نفسنا؟ ما انا عندي فرايتس كتير ابعد عن الحاجه اللي فيها مشكله فاهمني؟ طيب بص يا دكتور الحته دي بسرعه بقى تخلص في 10 دقايق الله يبارك ها بالمونري هايبرتنشن بالمونري هايبرتنشن هو الفيتد ستوريك او بالمونري ستوريك بريشر هيبقى اكتر من 30 ملم مركري. الفكره دكاتره البالمونري هايبرتنشن كايتيولوجي على نوعين بالمونري هايبرتنشن على نوعين يا اما يكون برايمري يا اما يكون سكندري. البرايمري ده ملوش سبب بيحصل في الستات في الميدل ايج اب تو اولد ايج وذ ريبيتد بريجنسيز قد يكون السبب حاجه اسمها اندوثيليال ديس فانكشن. في حاجه اسمها اندوثيليوم بتطلع من الاندوثيليوم ليها فولتر تو فازو كونستريكتور اكشن او يكون ثرومبس ان سايتو. ثرومبس ان سايتو السيت اللي عملت كذا مره ممكن في البلبس مكان الاستاجنيشن والكلام ده تكون عند درجه لضغط وجات سدت او تكون ثرومبس التواليت هنا في مكانها هنا. طب ليه؟ البريجنسي حاله هايبر كوجيوليبيتي الست اللي حامل دي وهتولد في اللاست تريمستر ربنا مجهز لها شويه كواجيوليشن فاكتورز حلوين عشان لحظه الولاده تقفل. فالهايبر كوجيوليتي ستيت دي ممكن يا ولاد تروح سالتني مين؟ تجمع جلطه هنا وتعملي بالمونري هايبرتنشن من غير سبب. البرايمري ملوش سبب بيقول نظريات قد يكون ثرومبس ان سايتو اتكونت في مكانها مع هايبر كوجيوليتي ستيت او الاحتمال الثاني انها تكون اندوثيريال ديسفانكشن. الاحتمال الثاني انها تكون سكندري. سكندري تو ايه؟ سكندري تو
باسيف بالمونري كونجيشن او تكون هايبر دايناميك بالمونري كونجيشن. ايه الكلام ده؟ بص يا ولاد، لو واحد عنده ليفت سايد هارت فيلر او ميتال ستنوزس، مع ليفت سايد هارت فيلر او مع ميتال ستنوزس، في كل الاحوال الدم قاعد في ليفت سايد، يعني قاعد مثلا ميتال زون ده قاعد هنا او ليفت سايد فالدم قاعد هنا، لما يكون الدم قاعد هنا هيعمل ايه في اللنج؟ يعمل بالمونري كونجيشن. يبقى المرحله الاولى ده قعد، هل انا رجعته ولا هو قاعد عشان ما عرفش ايه؟ يبقى اسمها باسيف. امال اكتف؟ اكتف او هايبر دايناميك. ايه رايك لو عندي ليفت تو رايت شانت؟ الدم عندك ليفت، عندي بي اس دي او عندي اي اس دي، بي اس دي او اي اس دي او بي دي اي، فالدم عمال يعدي كتير لمين؟ يبقى دي اسمها هايبر دايناميك او اكتف. يبقى الدم رايح اللنج اساسا. وساعات يقول على الباسيف كونجيشن، يقول على الهايبر دايناميك او الاكتف بليثرا. ايه الفرق بين الكونجيشن والبليثرا؟ الكونجيشن الدم قاعد بس كده، اما البليثرا الدم اللي رايح بس. على فكره المحصله في الاثنين واحد، مش الربع على اللنج زياده عايزه تدافع عن نفسها، تبدا تعمل بازو. عشان كده يقول لك المرحله الثالثه بيحصل بالمونري فازو كونستريكشن. هذا البالمونري فازو كونستريكشن اما عندي برولونجد واحد او برولونجد اثنين، او حصل عندي هايبوكسيا لاي سبب. يعني ايه اللي يخلي حد يحصل له بالمونري فازو كونستريكشن؟ يا اما عنده كونجيشن مطول ماشي، يا اما يكون عنده غير الكونجيشن يكون عنده بليثرا وطولت، يا اما يكون عنده هايبوكسيا، عنده تشيست ديزيز مثلا، عنده لانج فايبروزس ولا حاجه. فبالتالي تؤدي مع الوقت، مش جاب يحصل كوربال مونال سي او بي دي هايبوكسيا كوربال مونال وهو بيعمل فازو كونستريكشن. لو موضوع الفازو كونستريكشن ده طول، يعمل اوبستراكشن او اوبليتريشن، يعني تبدا البلاد بيزنس مالها تبدا تقفل. يعني برولونج فازو كونستريكشن يؤدي الى ايه؟ الى اوبستراكشن اوبليتريشن. بمعنى ايه؟ ان البلاد بيزنس اللي هنا اللي في الاطراف دي كلها تبدا تقفل. هتبدا تقفل قفل 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 قفل، هتبدا تقفل هنا وهنا وهنا وهنا، حصل عندي اوبليتريتيف بالمونري هايبرتنشن. او قد يكون السبب اشياء اخرى. يعني مثلا حد عنده ريكارنت بالمونري امبوليزم فعماله تقفل وترفع البريشر. او يكون حد عنده بالهارزيا الاوفر وطارت ومشت ورشت هنا وعملت جرانيولوما وحواليها اند ارترايتس اوبليتريز، نفس الفكره نفس الحاجه، ما هي برضه عملت لي بالمونري هايبرتنشن. يبقى انا بقول لحضرتك بس اللي هي الاولانيه مايترال سيروز وليفت سايد هارت فيلر هايبر اكتف او اكتف او هايبر ديناميك، يعني بليثرا، يعني عدى ليفت تو رايت شنط. بعد كده حصل فازو كونستريكشن نتيجه الاولانيه طولت او الثانيه طولت، او يكون عندي سبب اخر هو هايبوكسيا. الثلاثه دول لو طولوا بعد ما عملوا فازو كونستريكشن هيعملوا اوبليتريشن، وزود عليهم لو عندي ريكارنت امبوليزم او عندي بالهاريزيزس او باسكيولايتس او اي حاجه وبدات تقفل في البلاد فيزلز. حلو الكلام؟ هل ممكن البلمونري هايبرتنشن تيجي اكيوت؟ احتمال اكيوت. ما رايكم في الماسيف بلمونري امبوليزم دي بي تي وهوبا طارت راحت رشقت قفلت حصل معايا اكيوت؟ ده ماسيف بلمونري امبوليزم تعمل اكيوت بلمونري هايبرتنشن او التنشن نيوموثوركس. واحد خد سكينه وشلناها والهواء دخل فوق جوه، لما دخل الهواء هنا في البلورا عمل ايه في اللنج اليمين؟ قفل. وبعدين لما حصل هواء كتير راح زقها زق القلب الناحيه الثانيه، عمل كومبريشن على الناحيه الثانيه كمان. يعني البوث لانجز بقى فيهم ايه؟ كولابس، اصبح البريشر اللي جواهم عالي. يعني اس فجاه خلال 5 10 دقائق يبقى في سيفير بالمونري هايبرتنشن. الاكيوت بالمونري هايبرتنشن ليه سببين كبار. يا ماسيف بالمونري امبوليزم يا تنشن نيوموثوركس طبعا، وحصل معاهم ماسيف لانج كولابس. كلام سهل ولا ايه؟ دي الحته اللي فيها الفن، الباقي كله انتوا عارفينه. يلا يا دكاتره، حد عنده برمونه هايبر تنشن كلينيكال بيتشر سيمبتوم وسايز؟ السيمبتوم بالراحه شويه، السيمبتومز اللي عندنا، شو عندي برمونه هايبر تنشن؟ يعني ضغط هنا عادي، ركز معايا، الدم اللي رايح لللنج افر ايه؟ طب والدم اللي رايح للليفت سايز؟ الدم اللي هي مش بالاورطه؟ يبقى لو كارد يبقى صح ولا ايه؟ البرمونه هايبر تنشن عامل تنشن على مين؟ رايت فنتريكولار هايبرتروفي، اب تو رايت فنتريكولار، يعني لو كارد يبقى موجود وسيستميك فينس كونجيشن. لما اجي اعمل له جنرال اكزامينيشن هلاقي عنده جاينت اي ويف. النيك فين في حاجه اسمها اير ويف، كل ما لقيت بيعمل كونتراكشن يحصل حاجه اسمها اير ويف، رقصه فوق الكلام كده مش كده؟ لما يكون عندي هنا بالمونري هايبرتنشن البريشر هنا ايه؟ انا محتاج ايه من الرايت فين؟ كونتراكشن قوي، هذا الكونتراكشن القوي يعمل حاجه اسمها جاينت. مع الوقت يا اولاد هذا الرايت فنتركل بيكبر ويشد لي على الترايكاسبيد، يشد على الترايكاسبيد يعمل ترايكاسبيد ريجيرج. لما يحصل ترايكاسبيد ريجيرج في مشكله، المفروض ان الدم بيرجع من هنا ومن هنا، ده بيرجع كمان من هنا. اصبحت الفينس ريتيرن ويف اللي هي كان اسمها ايه؟ في ويف، بقت برومننت في. هو عنده برومننت اي وعنده برومننت في. عنده برومننت اي ليه؟
هيدرا كونتراكشن خالص. طب عنده برومينت دي في امتى؟ لما يحصل له ترايكاسبيد. هو ليه حصل له ترايكاسبيد رجاز؟ مريض فينتريكال كيف الهشات فاهماني؟ فاصبح الدم بيرجع كده كمان. طيب دي كجنرال ساينس، كلوكال ساينس، لوكال ساينس. هو لوكال ساينس البرمودر اريا مكانها فين؟ عندك فقط ها الليف سكند انتركوستال اثنين، عمل لها انسبكشن وبارتيشن، الاقي فيها بولسيشن، فضي دي كده. بحس حاجه اسمها دايستوليك شوك. ايه الدايستوليك شوك؟ بان بابرو البي 2. ايه هو البي 2؟ هو صوت قبل البرمودري. طب لما البرمودري بيقفل بقوه يعمل لي حاجه اسمها ها بي 2، فايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل البساطة هنا؟ ان هو اترزع. انا عندي برمودري البريشر هنا عالي، فرزع ايه؟ ها قويه. الصوت العاليه بالسماع، الاصوات العاليه بالسماع ممكن احسها بايه؟ لما احسها بايه؟ يبقى اسمها بالبابول بي 2. بالبابول بي 2، البالبابول بي 2 ها دي اسمها الثاني دايستوليك شوك. ها اسمها دايستوليك شوك. ليه اسمها دايستوليك؟ لان اول حاجه بتحصل في الدايستوليك كلمه اسمها سكند هارت ساوند، اصبح السكند هارت ساوند عالي جدا. ها فقالوا عليها دايستوليك شوك. احنا عارفين الكلام ده اصلا. يلا اوسكار تاب ريفايند، على على كام حاجه؟ هارت ساوند اديشنال ساوند. ولو في عندي ميرمر يلا هارت ساوند اس 1 ولا اس 2؟ عالي ولا واطي؟ كل ولا حته منه؟ حته منه اسمها بي 2. هل فيها اديشنال ساوند؟ كام حاجه؟ اثنين اللي هما ايجيشن جريك. كويس اشرح لي ايجيشن جريك. فتحه مش عارف لان في بريشر عالي بيعمل ايجيشن جريك. هو اللي يحصل اس 4 لان البريشر هنا عالي، فانا محتاج انتر كونتراكشن فقط. بس مقصود الانتر كونتراكشن صح؟ لا، بس مقصود الدم اللي بينزل نتيجه لهذا الانتر كونتراكشن القوي يعمل اس 4. هل في مرامير؟ ايوه. اه ليه بقى؟ ها هيجي الدم عشان يعدي كده، الدم عشان يعدي ها يلاقي البريشر هنا يعدي بسرعه ولا بصعوبه؟ كان عندي بالمونري سيروز مفيش اجكشن سيستوليك ميرمر. ها مع الوقت يحصل دايليشن للرينج، تيجي عشان تقفل مش عارف تقفل، يحصل معايا شويه فانكشنال اورتنج بالمونري، يحصل فانكشنال بالمونري انكومبتنس يعمل ايرلي دايستوليك ميرمر. فانا عندي ميرمر هنا اجكشن سيستوليك على البالمونري اريا وايرلي دايستوليك. على فكره ده بالمونري سيروز وده بالمونري انكومبتنس، هم على فكره زي الاورتك سيروز وزي الاورتك بس الاماكن بقى. يعني بدلنا الاماكن بس، انا بتكلم عن بالمونري اريا. والفانكشنال بالمونري انكومبتنس اسمه جرام ستيل ميرمر. ها جرام ستيل ميرمر يبقى ده ايرلي دايستوليك ميرمر ديو تو فانكشنال بالمونري انكومبتنس ان كيس اوف بالمونري هايبرتنشن ديو تو دايليتيشن اوف درين. ميرمر اوف ترايكاسبيد ريجيرج مين اوف كير ان بالمونري هايبرتنشن. يس يس ميرمر اوف ترايكاسبيد ريجيرج لانه بيحصل دايليتيشن للرايت فينتريكل، فبالتالي ممكن يعمل انتريك فيفر كوم. حد متعصب ولا حاجه؟ طيب المتعصب خلي جنبه يفرغ خلاص. بص يا دكتور، بص يا دكتور عايزين نعمل انفستيجيشن. يلا عايز فاتي بس شويه، فاتي فاتي يلا عايز انفستيجيشن. اكس راي ها ايه تاني؟ اس جي ها ايكو ها ايه تاني؟ مسطره وندور انفستيجيشن فور اتيولوجي. الاكس راي بص يا دكتور ده اسمه هايلر، هتلاقي في دايليتد هايلر بلاد فيزلز ويز سادن امبيوتيشن، والحته دي كلها تبقى اوريجينيا. وعلى الناحيه الثانيه هلاقي البالمونري ناكل بقت برومنت بقت واضحه، البالمونري اللي بقت واضحه. وممكن بعد كده الرايت اتريم ورايت فينتريكل يكبر. نفصل بس الحته دي مش انا حصل عندي هنا اوبستراكشن اوبستريشن، فالبلاد فيزلز هنا قفلت حلو، البريفري كلها قفلت، اصبح الدم مش عارف يوصل لها، بس الهايلاند بقى ايه؟ مليان. وريتكم صوره زي كده مش كده؟ وفي نفس الوقت البالون هايبرتنشن ممكن يكبر الرايت انتر، فتلاقي الحته دي داخل جوه شويه يكبر الرايت انتر، تلاقي الانجل بتاعتنا بقت اكيوت انجل. حلو الكلام؟ طيب هنعمل اي سي جي، هنلاقي حاجه اسمها بي بالمونال، هنقولها بعدين مش مهم، تلاقي البي كبيره كده بي بالمونال، وتلاقي الرايت فنتركل كبير. الايكو هيشخص كل حاجه، خاصه ان هو ايكو ودوبلر، يعني اسم البالمونري بريشر. البالمونري بريشر ما يعديش 30 سيستول، لو عدى ال 120 بقى زي مين؟ زي سيستميك، ولو بقى زي سيستميك ده ريفرسبل. او في طريقه بتعمل حلوه قوي، ازاي اعرف الريفرسبيلتي والبالمونري هايبرتنشن؟ ركزوا في الطريقه دي حلوه قوي، عشان لما اعالج العيان اعرف ان هو يستجيب ولا لا. مثلا واحد عنده مايكرو استنوزز وحصل له بالمونري كونديشن وبالمونري هايبرتنشن، لو انا صلحت المايكرو استنوزز والبالمونري هايبرتنشن هيحل، الا لو كان بيرمننت. اعرف ازاي هو بيرمننت ولا لا؟ اعمل قسطره وادخل لغايه البالمونري ترانك واقيس البريشر الاقيه عالي، وانا بعمل قسطره احط بازو دايركت واقيس البريشر تاني، لو نزل يبقى ده ريفرسبل، ما نزلش يبقى ده يبقى سواء غير الميترولي ما غيرتوش محصله واحده. فاهمين حاجه؟ مش في حد غير سواء الميترولي، بس السيكول بتاعت
البرمونري هايبرتنشن ورايت فنتريكل تستمر. طب ايه اللي بتستمر؟ لان اصلا اتاخرت قوي في العلاج، يعني اتاخرت جدا في العلاج، كل اتاخرت جدا في العلاج ده بيعمل لي مشكله. فهمت حاجه ولا لا؟ دكتور هاو كان يو ديتكت ريفرسيبيليتي اوف البرمونري هايبرتنشن؟ باي كان عايز البريشر ثم ادي كويس البريشر تاني، لو البريشر نزل ريفرس وما نزلش يبقى دي ايه؟ ريفرس اوف كيس. خلاص دي حاجه عايزين نعالج البرمونري هايبرتنشن، نعالج السبب علينا السبب. عندي بازل يدوا الاس والكالسيوم شانل اوف ليميتد فاليو ما تجيبش نتيجه حلوه. ها بيدوا انتي كواجلانت عشان ما يبقاش فيه ثرومبس او ممكن الميكانيزم بتاعها ثرومبس انسايت وما تزودش الموضوع. بيدوا فياجرا سيلتنافيل كبازو بيدوا ده اسمه بريستينول ده دايركت بالمونري بازو دايركتور بريستينول. في هذا اسمه بوسنتان. البريستينول ده اصلا دايركت بالمونري باز دايركت، والبوسنتان ده اندوثيلين ريسبتور انتاجونيست. هو اصلا الاندوثيلين ده بيعمل بازو كونستريكشن، فانا بدي حاجه ضده هتعمل بازو، ده اسمه بوسنتان. يبقى الادويه سيلتنافير اللي هو الفياجرا باز دايركت. انا شفت حالات كتير عندها هرمونال برتوشن قالوا لهم ناخد فياجرا، خاصه بتوع ال بتوع الاسكيو ديرما واللوبس والكلام ده، ماشي كده؟ البريستينول ده دايركت بالمونري باز دايركت، بريستينول دايركت بالمونري باز دايركت. بوسنتان اندوثيلين ريسبتور انتاجونست، اندوثيلين ده بوتنت باز كونستريكت، فانا بعكسه. اندوثيلين ريسبتور انتاجونست. ماشي يا ولاد؟ دي الادويه اللي ايه؟ بتستخدم في علاج البتاع ده. وطبعا العلاج هو علاج السبب، يعني لو عندك سبب لهذا البالمونري هايبرتنشن لابد ان انت تعالجه مباشرة. حلو الكلام ده كده بالنسبة للبالمونري هايبرتنشن. اللي فاهم الانسولين ده بوتنت باظ كونستريكشن، فانا لما عكسه هيحصل باظ. احنا هنعمل بس البريك بقالي 5 دقايق وبعدين ندخل بقى 5 دقايق، عشان بس احنا عندنا لسه في حاجات. فهنعمل بريك ربع ساعة وبعدين نكمل عشان ندخل الموضوع بقى.